السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من دورتنا البلاغية البيانية. الكلام أيها السادة، إما أن يكون حقيقة وهو الأصل، وإما أن يكون مجازا. الحقيقة أن أستعمل الكلمة في معناها الذي وضعت له في أصل الكلام، أما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له في الأصل. مثلا أقول: أنا أمسك هذا القلم. القلم كلمة ومفردة ومادة لفظية لغوية ذكرتها وأردت بها أداة الكتابة التي أكتب بها ما أشاء، أي أنني ذكرت القلم وأردت المعنى الحقيقي الذي وضعت له في الأصل هذه الكلمة. ولكنني لو قلت مثلا: رأيت أقلاما تتلألأ فوق المساجد، فهل أريد بكلامي هذه الأقلام؟ أبدا، وإنما أردت أنني رأيت مآذن ومنارات تتلألأ وتضيء فوق المساجد. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. في العبارة الأولى ذكرت الكلمة وأردت معناها الحقيقي، والكلمة ذاتها ذكرتها في الجملة الثانية ولكنني أردت المعنى المجازي الخارج عن الأصل. البلاغيون يختلفون ويتغايرون ويتفاوتون في تناولهم لباب المجاز، فمنهم من يطيل في الشرح، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يختصر. وإنا إن شاء الله لسالكون أهون الطرق في شرح باب المجاز. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إما أن تكون المشابهة أي التشبيه، وإما أن تكون غير ذلك. فإن كانت العلاقة التشبيه فالمجاز هنا يسمى استعارة، وإن كانت غير ذلك فهو مجاز مرسل أو مجاز عقلي أو إسنادي كما يسميه البعض. إذن المجاز ثلاثة أقسام: استعارة إن كانت العلاقة المشابهة كما ذكرنا في المثال الأول، رأيت أقلاما تتلألأ فوق المساجد، فقد شبهت المآذن بالأقلام وهي في الحقيقة تشبهها، وخاصة إذا كانت مآذن عثمانية فهي تشبه الأقلام. نعم، وإما أن يكون المجاز مجازا مرسلا إن كانت العلاقة غير المشابهة، أو مجازا عقليا. نبدأ بما يبدأ به البلاغيون عادة في باب المجاز، يبدأون بالمجاز المرسل. المجاز المرسل: الكلمة المستعملة في غير معناها الذي وضعت له في الأصل لغرض غير المشابهة. كما قلنا، قد يسأل سائل فيقول: كيف أعرف وأدرك أن هذه الكلمة التي وردت استعملت في معناها المجازي وليس في معناها الحقيقي؟ أقول أن هناك قرائن وهناك علامات في السياق تدل على ذلك، تدل هذه القرينة أو القرائن على أن الذي يراد من هذه الكلمة المعنى المجازي وليس الحقيقي. كما قلنا، لا يعقل أنني عندما قلت رأيت أقلاما تتلألأ لا يعقل أنني أريد أن هذه الأقلام هي التي تتلألأ فوق المساجد. لا يعقل أنني أتيت بهذه الكلمة لأريد بها هذا المعنى، أدوات الكتابة، فليس هناك رابط بين أدوات الكتابة وبين الإضاءة وبين المساجد. إذن هناك قرائن تدل على أنني أردت المعنى المجازي. العلاقة في المجاز المرسل أو العلاقات متعددة ومتنوعة، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا أقول: رعت الماشية الغيث. الغيث هو المطر، هل ترعى الماشية المطر؟ لا، وإنما الذي ترعاه هو النبات، النبات الذي أحدثه وسببه المطر. إذن هنا ذكرت السبب وأردت المسبب، ذكرت المطر وأردت ما ينتجه وما ينبته المطر، وهو العشب أو النبات الذي ترعاه الماشية في الأصل أو في الحقيقة.
إذن هنا العلاقة سببية. يقول الله تبارك وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. الذي ينزله الله تعالى من السماء هو المطر وليس الرزق، إنما الرزق هو مسبب عن المطر، ينزل المطر فيكون سببا في الرزق. فالرزق أي النبات هنا مسبب عن المطر. كي أسمي المجاز المرسل بتسميته الصحيحة أقول مجاز المرسل علاقته السببية أو المسببية أو الحالية أو المحلية مثلا ونحو ذلك، لابد أن أنظر إلى المذكور. فإن كان المذكور سببا فهي علاقة سببية، وإن كان مسببا فهي علاقة مسببية، وإن كان حالا علاقة حالية، إن كان محلا علاقة محلية، إن كان لازما علاقة لازمية، إن كان ملزوما علاقة ملزومية، وهكذا. إذن أنظر إلى المذكور وعليه أطلق تسمية المجاز المرسل. فإن كان سببا كما قلنا رعت الماشية الغيث، هو سبب في الذي رعته، إذن العلاقة سببية. بالمقابل وينزل لكم من السماء رزقا، رزقا هنا مسبب عن المطر فالعلاقة مسببية. يقول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل الذي يريد ألا يسمع الكلام يجعل أصبعه كاملا في أذنه؟ لا، وإنما يجعل أنملة أو حتى جزءا منها وبعضا منها في أذنه كي لا يسمع ما يريد. فهنا أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الأصبع كاملا ولكن أريد البعض منها، فالعلاقة كلية لأن الكل هو الذي ذكر وأريد الجزء فالعلاقة كلية. أقول مثلا: أرسل الأمير عينه، أو أرسل قائد الجيش عينه. من هو العين؟ هو الجاسوس أو العميل السري الذي يذهب ليأتي بالأخبار. هنا ذكرت البعض أو الجزء وأردت الكل، ذكرت بعض هذا الرجل الذي أرسل أي عينه، لأن العين هي التي تكشف الحقيقة وترى الأشياء، فلذلك ذكر الجزء أو البعض وأريد الكل، أريد الإنسان كاملا. فلا يعقل أنه أرسل عين الرجل فقط، إنما أرسله بأكمله. نعم، هنا العلاقة إذن جزئية لأنني ذكرت الجزء. في المثال السابق يجعلون أصابعهم في آذانهم كلية لأنني ذكرت الكل وأردت الجزء. أقول: طلع الضوء. الذي يطلع الشمس للضوء، ولكن يلزم من طلوع الشمس وجود الضوء، إذن العلاقة لازمية، يلزم لازمية. أقول أيضا في المقابل: ملأت الشمس المكان. المكان محدود فلا تملأه الشمس، وإنما الذي ملأ المكان هو الضوء، ضوء الشمس، شعاع الشمس. هنا العلاقة ملزومية لأنه متى وجدت الشمس وجد الضوء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طبعا المعنى هنا اجعل لي ذكرا حسنا. ما هو الطريق أو ما هي الآلة التي بوساطتها يكون الذكر الحسن أو غير الحسن؟ هو اللسان. إذن هنا ذكر الآلة وأراد الذكر الحسن، أو أراد الشيء الذي ينتج عن هذه الآلة. الآلة هنا اللسان، إذن العلاقة هنا آلية، هكذا يسميها أهل البلاغة. أقول: فلان من ربيعة، فلان من مضر، فلان من قريش. في الأصل ربيعة اسم علم، مضر اسم علم، قريش أيضا اسم علم، ولكنني أردت في كلامي أن فلانا من قبيلة ربيعة. إذن هنا ذكرت الخاصة وأردت العموم، إذن هنا العلاقة تسمى علاقة خصوص.
يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم نعلم أنه الذي فقد أباه وهو في أو هو دون سن البلوغ، هذا هو اليتيم بمفهومه اللغوي. فالله تبارك وتعالى يقول: وآتوا اليتامى أموالهم. هنا المراد أن تعطوا الذين كانوا يتامى أموالهم بعد أن يبلغوا الرشد. إذن هنا العلاقة اعتبار ما كان، كانوا يتاما، يتامى كانوا يتامى، ولكنهم بعد الرشد أو بعد بلوغ الرشد لا يصح أن نطلق عليهم مصطلح يتامى. اليتيم هو كما قلنا من فقد أباه قبل سن الرشد. إذن هنا العلاقة اعتبار ما كان. وبالمقابل أقول: طحنت خبزا. الخبز لا يطحن، وإنما طحنت قمحا دقيقا. اعتبار ما سيكون، القمح مآله بعد الطحن والعجن أن يكون خبزا، إذن هنا العلاقة اعتبار ما سيكون. يقول الله تبارك وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ففي رحمة الله، الرحمة المقصود هنا في الآية الجنة، ولكن الرحمة حالة في الجنة، الرحمة حالة في الجنة. إذن العلاقة هنا حالية، حالية، لأن الرحمة الشيء المذكور هنا حال في الشيء الذي لم يذكر ولكنه أريد. يقول الله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هنا العكس، العلاقة محلية. يقولون بأفواههم، هم يقولون بألسنتهم لا بأفواههم، وإنما الفم، الأفواه، هي محل للسان الذي يراد ويقصد من الكلام. إذن العلاقة هنا محلية. وربما أقول مثلا العلاقة هنا كلية، ربما أقول كلية، نعم، أطلق الكل الفم وأراد الجزء وهو اللسان، ولكن هي أقرب لكونها محلية. نعم، هناك أيضا ما يسمى بالتعلق الاشتقاقي، وهذا أراه من المجاز المرسل، وإن كان قد ذكر في كثير من كتب البلاغة في باب علم المعاني. وهذا التعلق الاشتقاقي هو يعني أن تقام صيغة مكان صيغة أخرى، وهذا ألمحت به وذكرته بشكل عرضي أو بشكل عارض، ذكرته في دورة علم المعاني كما أعتقد. نعم، إن شاء الله تعالى سأذكره ونتطرق إليه في المقطع الآتي.